عندنا الأستاذة أم فاطمة من القاهرة، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عمرو؟ بخير الحمد لله. كل عام وحضرتك طيب ورمضان كريم ويعود عليك الأيام بخير وحضرتك وأولادك يا رب وأسرتك كلها. يا رب وعلينا علينا وعليكم يا رب. ما نحرمش من حضرتك يا رب. يا رب ربنا يجعله علينا أعوام عديدة مليء بالخير والبركة والنور عليك وعلى من تحبين وعلى جميع السادة المشاهدين. اتفضلي يا فندم. بص يا دكتور حضرتك، أنا ابني مأجر، ابني سواق ومأجر عربية نص نقل بيشتغل عليها. نعم. بيدفع في الشهر 8000 ونص. طيب. ومتجوز واحدة ست بصراحة ما بتقفش جنبه خالص نهائي. ومعاها فلوس في البنك، جات العربية جابت مكنة، جابت موتور يعني. طيب. عمال يقول لها باعتها ما رضيتش، قالت ولا جنيه، وعطاها لك فلوس في البنك. طيب. هو متجوز واحدة ثانية. راحت مراته الثانية بصراحة، راحت مضت على نفسها وصلات أمانة ولفت وجابت له فلوس عشان يطلع ايه؟ العربية. طيب فين لله. فين السؤال بقى؟ ماشي؟ السؤال بقى حضرتك، البني ادم دي ما وقفتش جنبه، ده هو متجوز عليها ما بيروح لهاش ما بيعبرهاش خالص. طيب اجاوب على حضرتك يا ام فاطمه، اجاوب على حضرتك. اول حاجه معنى ان هو ما بيروح لهاش ولا هو كده ظالمها، لان هي زوجته على كل حال، وما دام هي زوجته يبقى ليها حق في حاجه اسمها القسم. القسم دوت ان هو يبات عندهم بشكل متساوي. هو كونه زعلان منها دي مسألة تانية، بس هو السؤال تعالي نتكلم قبل كده، هي مش عندها ذمتها المالية المستقلة؟ يعني عندها فلوسها. صحيح الزوجة بتملك قلب الزوج لما تقف في ظهره، بس في نفس الوقت الزوج لازم ما يبصش لفلوس زوجته، لأن هو مش متجوزها عشان فلوسها، هو متجوزها عشان العلاقة المباركة المقدسة التي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى، وهو اللي يجب عليه النفقة. وقد يكون ابن حضرتك بيدخل نفسه في مشروعات أكبر من طاقته أو أكبر من إمكانياته، فمش ده معناه إن هو يميل وياخد الفلوس من زوجته. فاللي هي عملته ده حقها، لكن مع حسن العشرة تعمل الكلام ده، ومع حسن العشرة تطيب خاطره. يبقى هو حاجتين، إيه اللي حاصل؟ كون المرأة عندها فلوسها الخاصة اللي هي شايفاها لأي سبب من الأسباب، ما هو برضه جوزك، ما هو ابنك برضه، هي تهددت لما هو راح يتجوز عليها، قالت ما ممكن مراته التانية تخليه يطلقني، فهي عايزة تحتفظ بفلوسها عشان تحس بأمان، هي دي أصلا في فلوسها وتفعل فيها ما تشاء، ومش عيب إن هي تحتفظ بفلوسها، كلام واضح. لكن من النبل إن الناس يقفوا جنب بعض، من النبل، وهي لو ما عملتش كده ما تبقاش عاصية، دي فلوسها تتصرف فيها. لكن ابنك بقى كونه ما بيروح لهاش خالص وسايبها كده وبيعاقبها، لا ده حرام عليه وظلم.